بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا في برنامج دروس التعلم عن بعد للصف الثاني عشر علمي في مادة الأحياء، ومع درس نقل الغذاء الجزء الرابع. سندرس فرضية التدفق الكمي ومقارنة بين نقل الغذاء والنتح. نستعرض أهداف الدرس. الهدف الأول: يعدد مراحل انتقال عصارة اللحاء وفقا لفرضية التدفق الكمي. الهدف الثاني: يوضح دور الضغط الهيدروستاتيكي في انتقال عصارة اللحاء داخل الأنبوب الغربالي. الهدف الثالث: يقارن بين مرحلتي تحميل وتفريغ السكروز من حيث اتجاه نقل السكروز، تركيز السكروز داخل الأنبوب الغربالي، جهد الماء داخل الأنبوب الغربالي، والضغط الهيدروستاتيكي. الهدف الرابع: يقارن بين نقل الغذاء والنتح من حيث اتجاه وعمليات النقل والنسيج المسؤول عن عملية النقل. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى. مراحل نقل الغذاء عبر اللحاء: تحميل السكروز، وتعني انتقال السكروز من خلية المصدر إلى داخل الأنبوب الغربالي. نقل الغذاء: انتقال عصارة اللحاء داخل الأنبوب الغربالي صعودا أو نزولا وفقا للفرق في الضغط الهيدروستاتيكي. تفريغ السكروز: انتقال السكروز من داخل الأنبوب الغربالي إلى المصب، ويظهر هذا في الشكل المقابل. مرحلة تحميل السكروز وهي انتقال السكروز من خلية المصدر إلى داخل الأنبوب الغربالي، وتحدث بعمليات النقل النشط. انتقال عصارة اللحاء داخل الأنبوب الغربالي صعودا أو نزولا وفقا للفرق في الضغط الهيدروستاتيكي. انتقال السكروز من داخل الأنبوب الغربالي إلى المصب وهي عملية تفريغ السكروز. سنتحدث بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى عن كل مرحلة من المراحل الثلاث. أولا، مرحلة تحميل السكروز. انظر عزيزي الطالب إلى الشكل المقابل. يتم تحميل السكروز بالنقل النشط من المصدر إلى الأنبوب الغربالي. يتراكم السكروز داخل الأنبوب الغربالي ويزداد تركيزه. ما تأثير ذلك على جهد الماء؟ يقل جهد الماء داخل الأنبوب الغربالي، وبالتالي ينتقل الماء بالخاصية الأسموزية من نسيج الخشب المجاور إلى داخل الأنبوب الغربالي. انظر إلى الشكل المقابل، تلاحظ انتقال الماء. إذن يتم تحميل السكروز بالنقل النشط، ينتقل الماء بالأسموزية، ما النتيجة المترتبة على ذلك؟ يزداد الضغط الهيدروستاتيكي داخل الأنبوب الغربالي في المنطقة بالقرب من المصدر. انتبه عزيزي الطالب، انتقال الماء بالأسموزية، انتقال السكروز بالنقل النشط. والآن مع فقرة اختبر نفسك، يوضح الشكل المقابل مراحل نقل الغذاء حسب فرضية التدفق الكمي. ادرسه جيدا ثم أجب عما يلي. اذكر أسماء مراحل نقل الغذاء المشار لها بالأرقام 1 و2 و3. تحميل السكروز، نقل الغذاء، تفريغ السكروز. عرف مرحلة النقل المشار لها برقم 1: انتقال السكروز من خلية المصدر إلى داخل الأنبوب الغربالي. ما الآلية التي ينتقل بها السكروز في المرحلة 1 ولماذا؟ النقل النشط. لماذا؟ لأنه ينتقل عكس منحدر التركيز. ما التغيرات التي تطرأ على كل مما يلي داخل الأنبوب الغربالي نتيجة تحميل السكروز؟ تركيز السكروز وجهد الماء. تركيز السكروز يزداد ويتراكم داخل الأنبوب الغربالي، بينما يقل جهد الماء. صف دور نسيج الخشب أثناء تحميل السكروز. ينتقل الماء بالخاصية الأسموزية من نسيج الخشب المجاور إلى داخل الأنبوب الغربالي.
فسر سبب انتقال الماء من الخشب إلى داخل الأنبوب الغربالي، لأن جهد الماء مرتفع في نسيج الخشب ومنخفض داخل الأنبوب الغربالي. صف كيف يكون الضغط الهيدروستاتيكي داخل الأنبوب الغربالي في المنطقة بالقرب من المصدر. يزداد الضغط الهيدروستاتيكي، لماذا؟ نتيجة تراكم السكروز ودخول الماء بالأسموزية إلى داخل الأنبوب الغربالي. نقل الغذاء داخل الأنبوب الغربالي وهي المرحلة الثانية. انظر عزيزي الطالب إلى الشكل المقابل. الضغط الهيدروستاتيكي بالقرب من المصدر هو مرتفع، لماذا؟ بسبب تراكم السكروز ودخول الماء إلى داخل أنبوب الغربالي بالخاصية الأسموزية. الضغط الهيدروستاتيكي بالقرب من المصب هو منخفض، لماذا؟ بسبب تفريغ السكروز وخروج الماء بالأسموزية. إذن فرق الضغط الهيدروستاتيكي داخل الأنبوب الغربالي في المنطقة بين المصدر والمصب يسبب تدفق عصارة اللحاء داخل الأنبوب الغربالي صعوداً أو نزولاً حسب فرق الضغط، ودائماً من ضغط مرتفع إلى ضغط منخفض كما يظهر في الشكل المقابل. ثالثاً، مرحلة تفريغ السكروز وهي المرحلة الأخيرة. يتم تفريغ السكروز بالنقل النشط من الأنبوب الغربالي إلى المصب كما يظهر في الشكل المقابل. ما تأثير ذلك على تركيز السكروز داخل الأنبوب الغربالي؟ يقل تركيز السكر داخل الأنبوب الغربالي. إذا ما تأثير ذلك على جهد الماء؟ يزيد جهد الماء داخل الأنبوب الغربالي، وبالتالي انظر إلى الشكل المقابل، ينتقل الماء بالخاصية الأسموزية من الأنبوب الغربالي إلى نسيج الخشب المجاور، لأن جهد الماء مرتفع داخل الأنبوب الغربالي بينما هو منخفض داخل نسيج الخشب. يترتب على ذلك انخفاض الضغط الهيدروستاتيكي داخل الأنبوب الغربالي في المنطقة بالقرب من المصب. انتبه عزيزي الطالب، انتقال الماء بالأسموزية، انتقال السكروز بالنقل النشط. والآن أدعوكم أبنائي طلبة وطالبات الثانوية العامة إلى عرض ملخص لخطوات التحميل والنقل والتفريغ. انظر إلى الشكل المقابل جيدا تلاحظ. يتم تحميل السكروز بالنقل النشط من المصدر إلى داخل الأنبوب الغربالي، وبالتالي يتراكم السكروز داخل الأنبوب الغربالي فيقل جهد الماء. إذن جهد الماء منخفض في الأنبوب الغربالي ومرتفع في نسيج الخشب المجاور. انظر عزيزي الطالب ماذا يترتب على ذلك؟ انتقال الماء بالأسموزية من الخشب إلى داخل الأنبوب الغربالي. مرة أخرى، تحميل السكروز من المصدر إلى داخل الأنبوب الغربالي بالنقل النشط، انتقال الماء من الخشب إلى داخل الأنبوب الغربالي بالأسموزية. إذن يزداد الضغط الهيدروستاتيكي داخل الأنبوب الغربالي وتحديدا في المنطقة بالقرب من المصدر. إذا ماذا يحدث بعد ذلك؟ ينتقل السكروز والماء دفعة واحدة، أي يحدث تدفق كمي لكتلة السكروز والماء من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض داخل الأنبوب الغربالي. ماذا يحدث بعد ذلك؟ تفريغ للسكروز من الأنبوب الغربالي إلى المصب، وبالتالي يقل تركيز السكروز داخل الأنبوب الغربالي. ما تأثير ذلك على جهد الماء؟ يزيد جهد الماء فينتقل من داخل الأنبوب الغربالي وهو جهد مرتفع إلى نسيج الخشب المجاور وهو جهد منخفض كما يظهر في الشكل المقابل. كيف ذلك؟ بالأسموزية. مرة أخرى، ينتقل السكروز إلى داخل الأنبوب الغربالي بالنقل النشط أثناء مرحلة تحميل السكروز، بينما ينتقل الماء بالخاصية الأسموزية، فيزداد الضغط الهيدروستاتيكي داخل الأنبوب الغربالي بالقرب من المصدر.
يترتب على ذلك اندفاع كتلة السكر والماء من ضغط مرتفع إلى ضغط منخفض. أثناء تفريغ السكروز ماذا يحدث؟ ينتقل السكروز إلى داخل المصب، بينما ينتقل الماء إلى نسيج الخشب المجاور، وبالتالي هنا منطقة ضغط منخفض. عرف مرحلة النقل المشار لها بالرقم 3، تفريغ السكروز، وتعني انتقال السكروز من الأنبوب الغربالي إلى خلية المصب. ما الآلية التي ينتقل بها السكروز في المرحلة 3 ولماذا؟ النقل النشط، لأنه ينتقل عكس منحدر التركيز. ما التغيرات التي تطرأ على كل مما يلي نتيجة تفريغ السكروز؟ تركيز السكروز وجهد الماء، يقل تركيز السكروز داخل الأنبوب الغربالي بسبب حدوث التفريغ، بينما يزداد جهد الماء. فسر سبب انتقال الماء من الأنبوب الغربالي إلى الخشب، لأن جهد الماء مرتفع في الأنبوب الغربالي ومنخفض في الخشب. صف كيف يكون الضغط الهيدروستاتيكي داخل الأنبوب الغربالي في المنطقة بالقرب من المصب؟ يقل الضغط الهيدروستاتيكي. لماذا؟ نتيجة تفريغ السكروز إلى المصب وخروج الماء بالأسموزية إلى الخشب. جهد الماء في الأنبوب الغربالي ونسيج الخشب. جهد الماء داخل الأنبوب الغربالي بالقرب من المصدر هو منخفض بسبب تحميل وتراكم السكروز، بينما مرتفع في نسيج الخشب، وبالتالي ينتقل الماء بالأسموزية من الخشب إلى داخل الأنبوب الغربالي. جهد الماء داخل الأنبوب الغربالي بالقرب من المصب هو مرتفع بسبب تفريغ السكروز ومنخفض في نسيج الخشب. جهد الماء داخل الأنبوب الغربالي في المناطق الواقعة بين المصدر والمصب متساويا مع جهد الماء في الخشب. لاحظ عزيزي الطالب، يتم نقل السكر في اللحاء غالبا عن طريق التدفق الكمي على غرار حركة الماء في نسيج الخشب، ومع ذلك قد تكون المصادر والمصبات مختلفة الأماكن وقد تتغير، وبالتالي يجب أن يكون التدفق في الأنابيب الغربالية قابلا للإنعكاس، وتم شرح هذه الجزئية في الفيديو السابق. على عكس التدفق في نسيج الخشب الذي يكون دائما من الجذور إلى الأوراق. ما أوجه التشابه بين نقل الغذاء والنتح؟ كلاهما ينقلان مواد ذائبة في الماء، كلاهما يستخدم أنسجة وعائية تكون أنابيب يمكن أن يكون طولها عدة أمتار. تتم عمليات نقل الماء ونقل الغذاء في حزم وعائية، سواء في الجذر أو الساق أو الورقة. يحرك النتح ونقل الغذاء بشكل أولي المذابات بفعل التدفق الكمي، وهي حركة تحت تأثير فرق ضغط، ويتم التدفق الكمي من ضغط مرتفع إلى ضغط منخفض. إذا ما أهمية التدفق الكمي؟ هو أسرع بكثير من الانتشار. مقارنة بين نقل الغذاء والنتح، نوع النسيج في نقل الغذاء هو اللحاء، بينما يكون الخشب في النتح. السائل في نقل الغذاء عصارة اللحاء غنية بالسكر وبها أثار من الأيونات والهرمونات، أي كميات ضئيلة جدا، بينما في النتح الماء مع تركيز منخفض من الأيونات المذابة. التركيب: خلايا حية غربالية ومرافقة، خلايا وعائية ميتة في الخشب. جدر الخلايا في نقل الغذاء هي جدر رقيقة، بينما تكون جدر سميكة وقوية لأنها مصنوعة من اللجنين في النتح. الخلايا لا تقدم دعم هيكلي لأنها ذات جدر رقيقة، بينما تقدم الخلايا دعم هيكلي للنبات لأن الجدر سميكة وقوية. الضغط الداخلي إيجابي أي دفع في أغلب الأحيان، سلبي أي سحب أو شد. الاتجاه: حركة العصارة في جميع الاتجاهات
بين المصادر والمصبات، بينما في النتح ينتقل الماء صعودا فقط لأنه يتحرك من الجذر إلى الساق ثم إلى الأوراق. عمليات النقل، النقل النشط للسكر غالبا ما عدا النقل في الأشجار يكون بالانتشار أي النقل السلبي. في النتح الانتشار السلبي للماء غالبا. والآن مع فقرة اختبر نفسك، اذكر اثنين من أوجه التشابه بين نقل الغذاء والنتح. كلاهما ينقلان مواد ذائبة في الماء وتحدث عمليات النقل في حزم وعائية. استخدم الجدول المرفق لتفرق بين نقل الغذاء والنتح من حيث نوع النسيج، اللحاء، الخشب، السائل في نقل الغذاء عصارة اللحاء الغنية بالسكر وبها أثار من الأيونات والهرمونات، بينما في النتح الماء مع تركيز منخفض من الأيونات المذابة. والآن أدعوكم إلى أسئلة للتدريب المنزلي. السؤال الأول، ما اسم الفرضية التي تفسر انتقال الغذاء العضوي في اللحاء؟ فكر عزيزي الطالب. نعم، فرضية التدفق الكمي. أي من الخلايا 1 و 2 يعتبر مصدر وأيهما يعتبر مصب؟ مع ذكر مثال لكل نوع منهما. الخلية 1 هي المصدر مثل الورقة النباتية، الخلية 2 هي المصب مثل الجذور والثمار والبراعم. ما الآلية التي ينتقل بها السكروز أثناء مرحلتي التحميل والتفريغ ولماذا؟ النقل الناشط. لماذا؟ لأنها تحدث عكس منحدر التركيز. ما الخاصية التي ينتقل بها المركب رقم 6 من وإلى نسيج الخشب؟ الماء دائما وأبدا ينتقل بالأسموزية. ما الدور الذي تقوم به الخلية 3 في عملية نقل الغذاء؟ الخلية 3 تشير إلى الخلية المرافقة وهي المسؤولة عن توفير جزيئات ATP اللازمة لعمليات النقل النشط. أي المنطقتين X و Z تحمل ضغط هيدروستاتيكي مرتفع ولماذا؟ المنطقة X. لماذا؟ بسبب تراكم السكروز ودخول الماء من الخشب بالخاصية الأسموزية. بما تفسر النقل داخل الأنبوب الغربالي لا يحتاج طاقة لأن المواد الغذائية تتدفق من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض دون الحاجة للطاقة. يوضح الشكل انتقال الغذاء في اللحاء وفقا لفرضية التدفق الكمي. ما المصطلح الذي نطلقه على انتقال السكروز من الخلية 1 إلى المنطقة X؟ نعم، تحميل السكروز. ما المصطلح الذي نطلقه على انتقال عصارة اللحاء من المنطقة X إلى المنطقة Z؟ نعم، نقل الغذاء. ما المصطلح الذي نطلقه على انتقال السكروز من المنطقة Z إلى الخلية 2؟ نعم، تفريغ الغذاء. ما مصدر الطاقة اللازمة لعمليتي تحميل وتفريغ السكروز؟ جزيئات ATP الناتجة من الميتوكوندريا في الخلايا المرافقة. كيف يكون جهد الماء في المنطقة X ولماذا؟ يكون جهد الماء منخفض بسبب تراكم السكروز. فسر سبب ارتفاع الضغط الهيدروستاتيكي في المنطقة X بسبب تراكم السكروز ودخول الماء من نسيج الخشب المجاور بالخاصية الأسموزية. صف كيف تنتقل عصارة اللحاء في المنطقة الواقعة بين X وZ؟ بالنقل السلبي من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض. صف كيف يكون جهد الماء في المنطقة Z ولماذا؟ يكون جهد الماء مرتفع بسبب تفريغ السكروز. فسر سبب انخفاض الضغط الهيدروستاتيكي في المنطقة Z بسبب خروج السكروز أي تفريغ السكروز في المصب وخروج الماء إلى نسيج الخشب المجاور بالخاصية الأسموزية. فسر سبب استمرار التدفق عصارة اللحاء داخل الأنبوب الغربالي في المنطقة القريبة من المصدر إلى المنطقة القريبة من المصب وذلك لوجود دائما وأبدا فرق في الضغط الهيدروستاتيكي حيث يكون الضغط الهيدروستاتيكي مرتفع عند المصدر ومنخفض عند المصب. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. أشكركم لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.